بنطلع على اخر سبيد توركر. سبيد توركر للستيبر موتور، الاختلاف الاساسي في اختلافين اساسيين بالسبيد توركر للستيبر موتور على السبيد توركر السابقه راح احكي عنهم. اول شيء الاكسس هون عاده بالستيبر موتور ما بحكي عنه بسبيد، بحكي عنه في بلسز بير سكند او ستيبس بير سكند. ممكن احوله ل ار بي ام، بس هو بنحطه في بلسز بير سكند او ستيبس بير سكند. ونحطها هاي هون اس بي اس، ممكن يتحول ل ار بي ام. بدي اعرف عدد البلسز بير ريفولوشن. اذا هون لازم نعرف عدد البلسز بير ريفولوشن. عدد البلسز بير ريفولوشن هو عدد البلسز اللي لازم اعطيها للستيبر موتور حتى يعمل 1 كومبليت ريفولوشن. اكتبها. اذا بدنا نسميها، بعرف ايش نسميها، نسميها ان. ان از نمبر اوف بلسز. اذا بدك سميها كمان ستيبس، على اساس احنا استعملنا هون بلسز بير سكند او ستيبس بير سكند. Pulses or steps per revolution. Hello, on which is the number of steps or pulses needed or required to turn the stepper motor 1 complete revolution. واحد على n او 360 على n راح تعطيني stepping angle. stepping angle اسمها دلتا ثيتا. اذا عندي هون راح احط دلتا ثيتا is the stepping انجل، خلينا نقول ان ديجريز. فبتصير عندي العلاقه الان ان بتساوي 360 درجه على دلتا ثيتا. اكزامبل من اشهر الارقام اللي مستخدمه كثير ايش كانت؟ 1.8 دلتا ثيتا بتساوي كثير من ستيبر موتورز بس تشتري رح تلاقي هاي هي هذا هو الرقم 1.8، يعني 1.8 ديجريز بير ستيب. إذا ضربته ستيب بيمشي 1.8 degrees، أوكي؟ إذا 1.8 degrees per step أو per pulse، فبصير عندي N بيساوي 360 degree على 1.8. لاحظوا اليونتس هون degrees على degrees per step، فستيب بتطلع فوق بصير عندي steps per revolution اللي هي 200 steps per revolution. إذا هذا الرقم عرفته بقدر أحول الآن من هذا، مش هيك؟ إذا قسمت steps per second على 200 بحول لي revolutions per second، مش هيك؟ بضرب في 60 بعطيني revolutions per minute. بس غالبا معظم الداتا شيتس راح يكون هذا فيها بدلالة steps per second أو pulses per second. فإذا أنت طلعت من الكنترولر هذا العدد من steps per second أو pulses per second، إيش راح ينتج عندي هون؟ تورك. تورك عادة بيكون ملي نيوتن متر أو بيقيسوه بقياسات تانية، راح أحطه نيوتن متر هون، بس هو رقم صغير. وهذا الرقم راح يكون عندي هون. هذا بنسميه
holding torque, not starting. هذا كمان تعبير مختلف، لأنه فكرة الستيبر موتور إذا حطيت عليه أو إذا حطيته وثبتته في مكان معين وما بيتحرك هو ما عم بيعمل ستارتنج، هو هولدنج، فهذا بنسميه هولدنج تور. في حين كل الشيت الثاني اللي شفناها شو كنا نسمي هاي النقطة؟ ستارتنج تور. اوكي؟ وبعدين لاحظوا عماله بينزل عندي مع هلا الاختلاف الثاني الأساسي بين ستيبر موتور سبيد تور كيرف وسبيد تور كيرف لكل الأشياء الثانية هي ستيبنج تورك أريا. فممكن أشتغل بهاي النقطة هون، ممكن أشتغل بهاي النقطة هون. في كل التانيين لازم أكون على الكيرف نفسه، أما هون ما في مشكلة، ما دام أنا تحت هاي النقطة راح أمشي وأوقف في هذا المكان، بمشي وأوقف في هذا المكان، فما في عندي مشكلة أشتغل في هاي الأريا لحد هون. هون راح يصير عندي مشكلة في منطقة معينة هون كيرف تاني، بس هاي المنطقة هي سبيد تورك أريا. هاي الأريا من هون، فممكن أكون المهم إني أكون تحت هذا الخط اللي موجود هون، هذا راح يعطيني هذا الهولدنج تورك. ولاحظوا طبعا واضح انه كل ما زدت السرعه عماله بنزل التورك اللي بقدر احصله. طبعا احنا اذا ماشيين على سرعه معينه ما راح ناخذ هذا التورك، راح ناخذ التورك مثلا اللي هون، اذا معطيني عدد معين من البلسز راح يكون هذا هو الماكسيمم تورك اللي انا بقدر اخذه. اذا هذا الاختلاف الاساسي بين سبيد تورك، اختلافين اساسيين، الاول انه هذا الاكسس من هون تو ديفرنسز، واحد x axis in units of steps per second أو pulses per second، والاختلاف الثاني speed torque area allowed under. إذا ممكن أختار على منطقة هون تحت هذا الخط، في حين هناك إذا اخترت لازم أكون على خط. إذا بدك أي اختلاف ثالث هون اللي عندي بنسميه holding torque not starting torque. أوكي، إذا هاي اختلافات. أوكي، في أسئلة على هذا؟